في مثل دايما كده بنقوله ان الذوق ما خرجش من مصر، وورا المثل ده قصه من الاف القصص عن اخلاق المصريين وشهامتهم وابداعهم كمان. احنا بنتكلم عن حمله الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اخلاقنا الجميله، واللي في الحقيقه بناكد بيها على اخلاق المصريين اللي احنا كلنا اتربينا عليها من واحنا صغيرين، يعني احترام الكبير وحسن الجيره والشهامه والادب وكل الحاجات الجميله دي. فكان لازم نرجع للاصل ثقافتنا المصرية الأصيلة، واللي هيكلمنا عنها سامح الزهار الباحث في مجال الآثار الإسلامية، واللي صدرت لي مؤخرا خماسية القاهرة عن قصص المحروسة في ألف عام. نورنا النهاردة في الاستوديو، أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ سامح. صباح الخير. أهلا بيك. يعني في البداية حابين نعرف قصة الذوق اللي ما خرجش برا مصر، جاية منين بقى الموضوع ده؟ احكي لنا وراه كده إيه؟ هو الحقيقة القاهرة تراث كبير جدا، تراث عمراني ممتد وتراث شامل، يعني تراث مادي وتراث معنوي. تراث مادي من ما بقى من آثار مادية، الآثار الموجودة في المتاحف، العمارة القديمة، كلنا بننزل شارع المعز وبننزل الدرب الأحمر وبننزل منطقة القلعة وبنشوف هذا الزخم المعماري الضخم. إلى جانب هذا الزخم المعماري واللي هو ممكن يكون موجود في بلاد تانية، موجود مش بنفس الحجم ده لكنه موجود عندنا في مصر، بيميز ده وهي فكرة الحكايات، فكرة المعادل الموضوعي لهذه العمائر ولهذه الآثار، وهي التراث اللامادي، الأمثال الشعبية، العادات والتقاليد، الحكايات، كل ده اللي بيغذي أو بيدي الروح لهذه الأبنية. فبالتالي ما بتكونش أبنية مصمتة طول الوقت، لا، عندي كل حجر في وراه حكاية. عندنا أماكن أثرية كتير جدا الباب ليه حكاية وجاي من مكان يختلف عن المأذنة، لو مسجد مثلا بيختلف عن المنبر الداخلي، عن التنور أو وسائل الإضاءة اللي موجودة، فده طول الوقت حاصل. جزء أصيل من هذا الأمر وهو فكرة الأمثال الشعبية وارتباطها بالقاهرة القديمة أو القاهرة التاريخية. من الروايات اللي موجودة عندنا رواية إن الذوق ما خرجش من مصر، وهي بترجع لشخصية كانت بتعيش في أغلب ظن المؤرخين أنه كان في نهايات العصر المملوكي قبيل دخول العثمانيين مصر. وحسن الذوق ده كان بيشتغل كبير المنطقة، كبير الحارة، الفتوة بتاعها، بس الفتوة بالمنطق الجيد ومنطق القرون الوسطى، بيدافع عن حقوق الناس وكده. بالظبط، كبير المكان اللي بيدافع عن حقوق الناس، اللي بيجيب حق الضعيف، اللي بيقف جنب الفقير طول الوقت، اللي بيساعد الناس. الشخصية الطبيعية اللي شفناها في اعمال فنية يمكن كتير جدا فترة بقى الاربعينيات والخمسينيات والستينيات، او اللي ظهرت في اعمال ادبية كتير جدا زي شغل الاستاذ بالظبط نجيب محفوظ وغيره. بالظبط، صحيح. فطبعا حسن الذوق بالقصة الواردة، وهي ترد ضمن إطار الحكي الشعبي أكتر شوية كمان من الوثائق التاريخية، إنه كان بيسيطر دايما على المشاجرات أو بيحاول إن هو يعني يفض أي نزاع من غير ما إنه يوصل لأقسام الشرطة أو يوصل للحلول الرسمية، لقبل الحلول الشعبية أكتر شوية. ولكن في مرة من المرات كانت المشكلة أو الخناقة اللي حصلت في منطقة الجمالية تحديدا كبيرة جدا، فهو ما قدرش انه يسيطر عليها، الناس ما سمعوش كلامه، الصغير ما احترمش الكبير، فالموضوع ده اثر فيه اثر بالغ، اثر نفسي بالغ جدا، وقرر ان هو يرتحل خارج القاهره. شال بقى الامتعه بتاعته، ادواته، وركب الحصان بتاعه، وقرر ان هو يخرج بره القاهره ومش هيدخل القاهره مره ثانيه. خلينا نقول القاهره في الوقت ده مش القاهره اللي احنا عايشين فيها النهارده، لا، قاهره العصور الوسطى او قاهره الدوله المملوكيه، هي يعني أو أفضل شرح ليها منطقة شارع المعز والمنطقة المحيطة لحد ما بنوصل لمنطقة القلعة. فقرر أن هو يخرج من أقرب الأبواب اللي يخرج بيها برا القاهرة، والقاهرة كتجمع سكني يشبه فكرة الكومباوند كده، يعني مكان فيه سور. عندنا أسوار القاهرة ما زالت لسه باقي منها أجزاء كتيرة جدا، أسوار الشمالية ليها أبواب، فيها مجتمع يسكنها، المجتمع اللي فيها مش اي حد يدخلها ومش اي حد يخرج منها، ليها ضوابط وليها حساب. فقرر ان هو يخرج من باب الفتوح، وهو على اعتاب باب الفتوح وكان في حاله حزن شديد جدا سقط مغشيا عليه، فالناس ظنت ان هو تعبان شويه او حاجه زي كده، فلقوا ان هو توفي في هذا المكان، فعملوا ضريح في هذا المكان ودفن في هذا المكان. فيعني حتى لما قرر ان هو يخرج بره مصر، وحتى يعني المفارقه ان اسمه الذوق كمان، يعني من
من تسميته. فالذوق فعلا ما خرجش من مصر. بالظبط، فذوق ما خرجش من مصر. نفهمها بقى ان هي الاخلاق الطيبه يبقى المعنى جميل، نفهمها ان هو الراجل الاصيل اللي بيساعد الناس طول الوقت برضه يفضل المعنى جميل. طيب عظيم جدا. من هيرودوت للجبرتي للمقريزي، كل دول مؤرخين اتكلموا عن طباع المصريين. ازاي كانت طباع المصريين زمان؟ والله طبائع المصريين ما اتغيرتش كتير، طول الوقت طبائع جيده، وطول الوقت طبائع بتحاول ان هي تحافظ على السياق الاجتماعي او على النسيج الاجتماعي اللي موجود. فلو هناخد المنحنى التاريخي كده او التدرج التاريخي ونشوف شكل مصر، خلينا نقول مثلا من ايه، من مش من مصر القديمه، نقرب شويه، من الفتح العربي الاسلامي على سبيل المثال يعني. تمام، وازاي اهل مصر رحبوا بالفاتحين الجدد من المسلمين اللي ما دخلوش لا بالسيف ولا بالحرب ولا بفكره الاعتداء على الغير، بالعكس ده هم ساعدوهم لتخلصهم من الاحتلال اللي كان موجود في مصر. ولما دخل العرب والمسلمين، لان احيانا يظن مثلا يقولوا ايه، طيب ما دام هو ده يعني برضه احتلال، هو ده كان احتلال وده كان احتلال. لا، ده ما كانش احتلال، ما كانش احتلال لاسباب يطول شرحها، لكن خلينا نقول ان اللغه والدين انتشروا في مصر، يعني اللغه العربيه والدين الاسلامي انتشروا في مصر بعد كده في القرن الثاني وفي القرن الرابع. فما فيش احتلال بيؤثر في الناس بعد 200 سنه او بعد 400 سنه، ولكن هي المساله كلها مساله قناعات. وفضل المصريين اللي على دينه فضل على دينه، واللي بيحتفظ بلغته فضل بيحتفظ بلغته. والدليل على كده ان الاثار القديمه كلها والكنائس القديمه والمعابد اليهوديه المصريه ما زالت قائمه وما زالت موجوده. يبقى فكره قبول الاخر دي من الفترات الاولى. في الفترة الطولونية مثلا عندنا حكاية مهمة، وهو أحمد بن طولون بيمثل هنا رأس الدولة الإسلامية، يعني هو موفد عن العباسيين لكنه في النهاية بيحكم من القاهرة، وهو الشخصية الأقوى والأجدر والأهم. ورأس الدولة الإسلامية بمفاهيم أيضا هذه العصور المفروض أن هيكون اعتماده على مين؟ على المسلمين فقط، ده المفروض أن ده الطبيعي في هذا الزمن. تمام، ولكن بلاقي أحمد بن طولون أنه بيسند أهم الأبنية اللي موجودة عنده، من ضمنها المسجد العظيم بتاعه اللي مازال قائم لحد النهارده لمهندس مسيحي مصري، مش هنقول بقى قبطي لان قبطي تعني مصري. تمام، لكنه مهندس مسيحي، وهو سعيد بن كاتب الفرغاني وتقي الدين المقريزي كتب كتير عن القصه دي. في زمن المماليك نفس الحكايه برضو، هذا التناغم. عندنا مثلا واحد من اهم الابنيه وهو جامع ناصر محمد بن قلاوون، وده بقى يعني زي ما نقول ابن ناس، سلطان ابن سلاطين. تمام، اسرته هو واجداده حكموا مصر وابنائه حكموا مصر اكتر من 100 سنه. هلاقي ان المسجد السلطاني دايما الخاص بالسلطان هو مش رمز الدين بس، هو رمز الدوله في المقام الاول. هو علامه الدوله ان من هذا المكان يكون الحكم، تكون السلطه، تدار الدوله من المسجد. بالظبط كده. والباب بتاعه هلاقي ان هو باب كنيسه جاي مستجلب من عكا على سبيل المثال. وعندنا بقى الاشرف خليل ابن قلاوون اخوه هو اللي جلبه من عكا، عشان كده احنا مثلا بنقول في الامثال الشعبيه، بمناسبه لما كنا بنتكلم في الامثال في البدايه، وبنقول ايه يعني، هو انت فتحت عكا؟ دايما عندنا المصطلح ده ان يعني فتح عكا ده حاجه صعبه او حاجه مشرفه او حاجه ليها بعد مكاني وبعد زماني. فهذا الباب كان دليل على فتح عكا، وهو لحد النهارده موجود في على جامع السلطان ناصر محمد بن قلاوون شارع المعز. فدايما فكره قبول الاخر والتعامل مع الاخر بحسن الخلق وحسن الجيله وحسن العشيره، ده موجود عندنا طول الوقت وثابت لدينا من المصادر التاريخيه والوثائق الحيه. يعني بنتكلم على خمس عصور يمكن حكمت المحروسه، وكان اللي احنا لاحظناه في الوقت ده بياكد كلامك اكتر، انه هم يمكن الحكام دول او يعني هم اللي طبعوا بطباع المصريين. حابين دلائل اكتر على ده؟ والله مصر بلد غريبة جدا، يعني مصر بتستوعب أي ثقافة، وبعد يعني فترات بسيطة جدا بتقوم بتمصير هذه الثقافات، فتتحول أي ثقافة وافدة على مصر إلى ثقافة مصرية ليها شكلها وليها طابعها. على سبيل المثال مثلا عندنا الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية دولة قررت ان هي عايزه تعمل انتشار وتوسع، فاي حد عايز ينتشر ويتوسع لازم يكون من القاهره. طبعا الكلام ده كان قبل بناء مدينه القاهره، وتم ايفاد جوهر الصقلابي لبناء مدينه، هو بالمناسبه الصقلابي مش الصقلي. كنت لسه هعلق عشان احنا كلنا عارفين اسمه جوهر الصقلابي. لا، الادق الصقلابي لانه من الصقالبه. لبناء المدينه، وكانت هي المدينه العظيمه. بقدوم الخليفه المعز في يوم 5 رمضان
وداخل من صحراء الجيزة. فقرر المصريين هنا، والمصريين برضو عشان برضو لازم نأكد على الكلام ده، تقاليد هذه العصور كانت عصور لا تعرف القوميات، يعني هي عصور تعرف الأديان لكنها ما تعرفش القوميات. فمحدش يقول لي أصل ده جاي من المغرب وده جاي من تونس وده جاي، كان الكلام ده مش موجود في وقتها، هي عصور لا تعرف القوميات. تمام. وبالتالي قرر المصريين أن عندنا ضيف جديد جاي عندنا، الخليفة المعز، فخرجوا يقابلوه على صحراء الجيزة وشالوا معاهم المشاعل اللي هي جت بعد كده منها في رمضان، فكرة الخروج في رمضان بالفانوس أو بوسائل الإضاءة. دخل الخليفة وقرر أن هو يعيش في القاهرة، وبناء عليه عايز يتقرب من أهل مصر. فهيتقرب من أهل مصر إزاي وأهل القاهرة إزاي؟ مش هينفع بالسياسات الجافة، أو مش هينفع بالسيف أن هم يخافوا، مش هينفع الكلام ده. فقرر أن هو يتقرب منهم بالعادات والتقاليد اللطيفة جدا، اللي هي اللي احنا بنشوف بقى في كل المناسبات الدينية أن هي تتحول إلى مناسبات اجتماعية، من خلال بقى توزيع الحلوى على الناس، من خلال الفكرة دي. وإحنا قريب يعني عندنا مولد النبوي، مولد النبوي الشريف، وبنشوف أن ظهور الحلوى فيه بأشكال مختلفة، أنه يعني شكل احتفالي اجتماعي أصبح لا يقتصر على دين ولكنه أصبح أيضا احتفال قومي. طيب، الرحمة والعطف على عابر السبيل، إزاي أنت تناولت هذا الأمر في المحروسة، وإزاي كان بيتعامل المصريين زمان مع عابر السبيل، حتى الحيوانات، في حاجة اسمها التكية وفي حاجة اسمها السبيل، وكلمنا برضو عن الأسبلة. في كتاب من ضمن الخماسية بنتكلم فيه عن الأسبلة تحديدا. والأسبلة أنا بشوفه نمط اجتماعي لطيف جدا. طبعا، أولا عمارة وظيفية، يعني عمارة بتؤدي وظيفة. المعادل الموضوعي لها النهاردة كل دير المياه اللي في الشارع، التلاجات اللي في الشوارع، ده المعادل الموضوعي بتاعها. ولكن السبيل كان بيؤدي أدوار أكتر بكتير من سقيا الماء. خلينا نقول إن احنا ما كانش البيوت فيها حنفيات، وما كانتش مية الشرب موجودة في البيوت، ولكن الناس كانت بتشتري المياه من السقايين. لكن السبيل بيقدم المياه بشكل مجاني، دي أول حاجة. الحاجة التانية، في أماكن لإقامة الغرباء، حد غريب محتاج يقعد، محتاج أوضة يبات فيها يقعد فيها في مكان. الحاجة التالتة، أماكن مجانية. أماكن مجانية. الحاجة التالتة، يلحق بأغلب الأسبلة 90% من الأسبلة اللي موجودة في مصر فيها الموضوع ده، يلحق بيها كتاتيب. الكتاتيب دي عشان تقدم إيه؟ علشان تعمل، هي مدارس صغيرة تعلم علوم القرآن الكريم والحديث الشريف، وإلى جانب ده علوم النحو واللغة العربية والحساب والعلوم بصفة عامة بشكل ميسر ومبسط. بس لأن كان التعليم في مصر في هذا التوقيت بندفع عليه أجر بسيط طبعا للمعلمين، لا، كانت الأسبلة بتقدمه بشكل مجاني للأطفال الأيتام تحديدا، كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي. فيظهر بعد كده المصريين يقولوا لا، مش كفاية كده، عايزين نطور فكرة السبيل أكتر، ويبقى مش للإنسان بس، ده احنا عايزينه للطير وللحيوان كمان. فمع استخدام المية، لما باخد كوباية مية من السبيل بيهدر أجزاء كتيرة من المية، زي أنا دلوقتي كده بفتح الحنفية عشان أستعملها وبقفل، ففي جزء كبير من المية بيهدر. ربما ما يصحش أن الإنسان يستخدمه تاني، لكن بالنسبة استخدامه للحيوان أو للطائر ما فيش فيه مشكلة. فعملوا أحواض لسقيا الدواب، وبدل ما المية اللي هي المفروض مية نظيفة تتصرف في وسائل الصرف الصحي في وقتها بتركيبتها يعني المعمارية في وقتها، لا، هيكون في الأحواض دي في محيط الأسبلة بالضبط، فيشرب منها الطير، فيشرب منها الدواب بأشكال مختلفة. فالحيوانات الخاصة بالناس، لأن طبعا كان الناس بتركب دواب في وقتها، الخيول والبغال وغيره يعني، وأي بقى أي كائن حي يقدر أنه يتعامل معها. فبنشوف أن هي شكل من أشكال العمارة، بتصنف حتى عند علماء الآثار والمؤرخين بشكل من أشكال العمارة الخيرية، اللي هي العمارة اللي بتؤدي وظيفة خيرية ودون مقابل مادي. يعني احنا انبسطنا جدا جدا بيك وفي وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. في الحقيقه احنا محتاجين معاك حلقات كتيره جدا، محتاجين نتكلم اكتر عن قصص كتير قوي، يعني محتاجين نتكلم اكتر عن كمان الاختلافات اللي يمكن انت شايفها النهارده في ما بين المصري القديم والمصري اللي موجود النهارده، لكن اكيد هيبقى معانا حلقات تانية نتكلم فيها. كل الشكر ليك استاذ سامح الزهار، الباحث في مجال الاثار الاسلاميه، على وجودك معانا وعلى القصص الجميله وعلى الكتب بتاعتك. بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا ليك يا فندم. شكرا.